عبد الليل وزنزاني ما بيقهرنا يا اخواني مي وملح يا رفاق مي وملح يا رفاق هز الجيش والشباك هز الجيش والشباك مي وملح يا رفاق كيف ننام مرتاحين كيف ننام مرتاحين وهم الأسرى مضربين للي نضل للتحرير للي نضل للتحرير تحيتنا للأسير تحيتنا العالية تحيتنا العالية للأمعاء الخاوية للأحرار بالسلاسين ما بنتركهم منسيين ما بنتركهم منسيين لجن الأسرى في الزنازين لجن الأسرى في الزنازين هبي ثوري يا فلسطين. يعني الأسير محمود البلبول فقد أكثر من 30 كيلوغرام من وزنه، فقد أكثر من 90% من حواسه، هناك وهن شديد في جسده، يعاني من جفاف بسبب نقص السوائل، مقيد اليدين والرجلين، ذووه محرومون من زيارته منذ بداية هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، عانى من العزل والاعتداء عليه بالضرب، وهو الآن في وضع خطير جدا في مستشفى أسافة الربيع، وكذلك شقيقه محمد الذي أتبع إليه في هذا العلاج المتواصل بسبب خطورة حالتهما الصحية. هؤلاء الأسرى رغم أوضاعهم الصحية الخطيرة، حيث فقد الأسير الهريمي فقد القدرة على النطق، ولكنهم متواصلون في هذا الإضراب ولا يعتمدون سوى على الماء المائي والملح فقط، ويرفضون تناول المدعمات والفيتامينات حتى ينتصروا في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، كما انتصر في هذه المعركة الأسير بلال كايد. حتى لحظة لا يوجد هناك أي بارقة أمل من أجل فتح باب للحوار مع هؤلاء الأسرى لتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الإداري، لذلك هم متواصلون، ولا بد نحن أيضا أن نتواصل في هذه الاعتصامات والفعاليات في مختلف المحافظات الفلسطينية حتى ننتصر لهم وننتصر بهم في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.